المباراه انك تفوز فيها. المباراه حتى في الارقام الوجود، الشوط الاول ركنيه واحده للاستقلال، النصر ولا ركنيه. الشوط الثاني النصر له 8 ركنيات، شوف الفرق اللي جاء. حتى لما تجي حتى لما تجي في التصديات المجمل، التصديات حارس الاستقلال 8، النصر بس تصدي 1. لما تجي للفرص الخطره، النصر له فرصتين خطره، الفريق الايراني ما له ولا فرصه خطره. حتى في التسديدات النصر له 11، 8 الاستقلال له 3. فلذلك فيها سيطره، يعزم يقولون سيطره طاغيه للنصر. صحيح ان ما في سرعه، وهذا يتكلم فيه بيول على فكره في 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 المؤتمر لما قال احنا كنا محتاجين تحسين سرعه اللعب، وفعلا جه الشوط الثاني تم تسريع اللعب اكثر، نزل مثلا اللي هو وسلي سرع اللعب، نزل الحسن سرع اللعب، نزل تاليسكا برضه ساعد مع 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 رونالدو والفريق. احنا نتكلم على انت بتلعب اليوم برضه، ثم بتلعب مره ترجع تلعب مع الخوذ، بعدين ترجع مع التعاون، بعدين ترجع مع العيال. 3 مباريات مهمه جدا في الاستشفاء والاسترجاع. الف مبروك لنادي النصر ل3 نقاط هذه، وزي ما نبارك احنا برضه الفرق السعوديه اللي امس فازت برضه في مبارياتها.